اوعى تزعلوا مني بجد يعني. باين والله يا كابتن انت يعني من قبل الحلقه حتى بتقول هم طيبين جدا جدا، وحصل مشكله في الماتش وكده واتلمت بسرعه، لميناها احنا بسرعه كلنا، وكلنا يعني كنا ما ينفعش. والعلاقات اللي بين مصر والسودان شطه، انا عايز اقول لك شطه، بقول له يا شطه اوعى تزعل. قال لي ازاي انت قلت يعني، حتى شطه زعلان. قلت له يا كابتن شطه ما اقدرش يعني، فكان اول كلامي لشطه وبقول له حصل اي حاجه ما تزعلش وكلام من ده، بس انا لا اقصد الحقيقه كنت اي مفهوم اي غلط، والسوشيال ميديا يعني ماشي ورا حرف حرف ممكن تعمل فيه اي حاجه، ويا ما تعرضنا لحاجات زي كده. بس الا مع اخواتنا السودانيين يعني، دول حبايبنا يعني، دي عشره العمر كله يعني. كان مهم جدا حضرتك توضح يا كابتن، لانه فعلا شعب طيب جدا، والعلاقات بينا من زمان طيبه جدا يعني، وزي ما حضرتك قلت مبسوطين ان هم معانا في المجموعه. والله مبسوطين. انا بشجعهم ضد اي حد بيلعبوه يعني، يبقى روحي مع السودان اقرب واحد ليا يعني جنبي يعني. خلي بالك برضه يا كابتن زي ما انت قلت كده، في ناس بتبقى قاعده مستنيه الغلطه، مستنيه الكلمه، حتى للاسف من الاعلاميين يعني. حتى المشكله بتاعت كهربا، وان كنت ما بحبش اعلق عليها، ولكن لما تيجي تشوف قد ايه ممكن اعلاميين زي ما حضرتك قلت يتلمت في المباراه، عايزين يتكلموا في اي حاجه ليها علاقه بالنادي الاهلي، وده يمكن حصل قبل كده مشاكل كتير بسببه، ومش في بلاد حصل بينها مشاكل ومنتخبات بسبب ان اعلامي يطلع تحريف كلمه واحده بالضبط. يعني انا بقول هم كانوا في استاد القاهره ومبسوطين ان هم في استاد القاهره، انا نفسي لما كنت بروح العب والله ساره في استاد القاهره ببقى مبسوط. هيبه استاد القاهره، الكلمه هي هيبه استاد القاهره، يمكن كان الاستاد كبير شويه، هيبه الاستاد. صح. انا بتكلم بقصد كده، انما ايه اللي يخليني اخرج عن النص يعني، الا اذا كان في حد عايز يخرجني عن النص. صح. ودايما وابدا بتبقى هي السوشيال ميديا ليها حتت كده، ومش عايزهم يزعلوا مني، دول حبايبي يعني. اكيد هم مش زعلانين. واحنا رايحين لهم، وممكن اروح هناك كمان الماتش اتفرج على الماتش هناك، بس قابلوني كويس. اكيد دايما في علاقات طيبه بتربط طبعا مصر والسودان، واحنا فخورين ان هم معانا حتى في المجموعه، ودايما في علاقات بينا كويسه. كلام اكتر يعني. اكيد كلام اكتر مع كابتن شريف عبد المنعم بعد الفاصل.